لوحدي في عيد وطني متميز هذه السنة نظرا لظروف كما تعرفوا الظروف اللي كتصرف هذه السنة المناوشات لأعداء الوطن حنا بغينا نعبروا لهم باش أننا غادي نبقاو في الوطنية ديالنا وندافعوا على الأرض ديالتنا ونعبروا بواحد الفرحة بهيجة هذه السنة أكثر من اللي من السنة الفايتة وطأينا هذه السنة إن شاء الله باش يكون واحد الاحتفال متميز غادي يشاركوا فيه جميع الشرائح ديال المجتمع الجمعيات ديال المجتمع المدني دور الطالب التعاون الوطني المدارس الخصوصية ديال التعليم خصوصية ديال التعليم الشبيبة والرياضة الجمعية الودادية الحسنية ديال أكادير غادي تجيب الحافلة ديالها باش تشاركنا حتى هي في الاحتفال المتطوعين المقاومة يعني موعدنا في الملحمة وهذه الملحمة هي الى بغيت نقول هي اهم نشاط اللي خصنا نعطيه واحد الاهميه اللي هي مهمه بحكم انه الملحمه هي عباره عن السير العظيمه ما غاديش نهضر عليها ولكن بصفه عامه نقدر نعطي عليها واحد الفكره هو هذه الملحمه غادي ننطلق من قاعه الشيخ مالعين كاع غادي يتجمعوا كاع الوفود جميع الوفود غادي يجتمعوا في قاعه الشيخ مالعين وغادي ينطلقوا وغادي يمثلوا المسيره الخضراء غادي يكونوا يهزوا المصاحف الاعلام الوطنيه وغادي يهزوا وغادي يكونوا لابسين وغادي يمشيوا يتوجهوا لساحه المشوار الشاحنات وغادي يكونوا الشاحنات هذا وغادي يتوجه كل شيء لساحه المشوار ومن ثم غادي يكون غادي نوجدوا واحد المنصه اللي غادي يكون فيها واحد النوع من التنشيط اللي غادي نشدوا الاستاذ السي رشيد العلاج ما يتعلق بالامسيه الفنيه فالامسيه الفنيه هي كتبقى كذلك فرصه لاستحضار هذاك الحدث التاريخي من خلال الجانب الفني من خلال هذيك الامسيه كتفتحوا الباب امام واحد العدد ديال المواهب ديال المدينه اللي يمكن ليها تجي باش تشارك معنا في الامسيه وبدل ما يكونوا عندنا احتفالات صغيره هنا وهنا وهنا يكون عندنا حفل كبير يرقى الى مستوى الحدث والى مستوى تطلعاتنا لانه غادي يكون عندنا ضيوف وفد افريقي هام تيخصو يدي معاه انطباعات حسنه على المدينه وعلى الاقليم وعلى الاحتفال ديالنا. ولكن الان غادي نقتصر فقط على عرض البرامج اللي غادي تحتضنها مدينه تيزنيت اللي كتعلق بالمسيره الخضراء بحكم اننا حنا اليوم اجتمعنا من اجل هذا التظاهر هذا. اول تظاهره حنا فعلا بالنسبه للقسم ديال التربيه والشباب والرياضه يشتغلوا على الجانب ديال التربيه في الجانب التربوي وكذلك في الجانب ديال الرياضي. اول تظاهره تتعلق بدوري المؤسسات التعليميه في كره اليد. هذه التظاهره غادي تحتضنها القاعه المخطط. كاين كذلك التظاهره الثانيه الكاس الممتازه في كره القدم بين الفائز في دوري المشوار اللي كتعرفوا دوري المشوار اللي كيحتضنه كتحتضن مساحه المشوار دوري المرحوم بوسعيد اللي هو من احدى الانشطه الرياضيه الكبرى في شهر رمضان. يعني الفائز بهذا الدوري ديال هذه السنه زائد الفائز بالدوري يعني الشركه ديال النقل الحضري هذه الكاس اطلقنا عليها اسم الكاس الممتازه وهي كذلك غادي تحتضن مع القاعه المخطط. القاعه المخطط كذلك غادي تحتضن عرض في رياضه الكونغ فو بالنسبه للتاريخ ديال التظاهره الاولى دوري المؤسسات التعليميه غيكون نهار 7 الكاس الممتازه نهار 8 في الفترة الصباحية عرض في رياضة الكونغ فو نهار 8 كذلك غيشاركوا فيها واحد العدد ديال المؤسسات اللي كتهتم بهذا الرياضة هذه ابتداء من الساعة 3 وأول نصف ديال نهار 8 في القاعة المخطط. كذلك في نفس اليوم وفي الساعة 3 عندنا عرض في رياضة الأيروبيك للنساء وهذا العرض هذا يعني خاص بهذه الفئة ديال النساء وغادي يكون عرض في الحقيقة يعني مغلق ماشي مفتوح للعموم.
وكاين كذلك دوري في الكره الحديديه اللي غادي تحتضنوا يعني الفارق ديال الكره الحديديه الكره ديال التنس من طرف جمعيه نادي الكره الحديديه وكاين كذلك توافق الدراجات اللي غادي ديروا جمعيه امل تزنيت الدراجات اللي غادي يكون في واحد المسار يعني في الشوارع الرئيسيه ديال المدينه وغادي يكون نهار 8 نوفمبر. اذا هذه هي الانشطه الرياضيه اللي غادي تحتضنها مدينه تزنيت بهذه المناسبه هذه. وبالنسبه للشق التربوي يعني كاين مسابقات تربويه ثقافيه بمناسبه المسيره اللي غادي تحتضنها مجموعه من المؤسسات التعليميه في مدينه تزنيت طبعا بتنسيق مع النيابه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه. اذا هذا بشكل عام البرنامج ديال كيتعلق بالشق الرياضي والشق التربوي.